بمزيد من الشكر والعرفان لوافد جهدكم في إنجاح القافلة الصحية لولاية النيل الأزرق، والتي كانت تتضافر الجهود مع المجلس القومي السوداني بالمملكة المتحدة وأيرلندا في الفترة من 1 إلى 8 فبراير 2010. تقبل الله منكم جهودكم الصادقة وحفظكم زادا ودخرا، تهابون هذه الأمة أعزها وتفدون عزيزها. هذه الكلمات نصب النص هي عبارة السيد الأمين العام، وهو شعور كل العاملين بالجهاز، ولعلها باسم الوطن السودان حقيقة. نتقدم نحن للشيخ الجليل الدكتور إبراهيم الطيب الريح تكريما بهذه الشهادة. جهود تضافرت يذكرني أخي دبلوماسي الشاعر بأن 7 من الأطباء البريطانيين غادروا على جناح السلامة إلى بريطانيا. وهو من الذين يواصلون عبر هذه القوافل، لعله شارك فيها كلها. دكتور عبد الجليل علي مرتبة قال لي بالعمر. أكد لكم القصة ما بالعمر. دكتور محمد حسن النصري. دكتور محمد حسن النصري جميل، يتضمن العلم بين هذه الجلابيب البيضاء النقية. يوسف حسن محمد. دكتور يوسف وجهي مألوف جدا ومشارك باستمرار في هذه القوافل، وقد أسماها الشيخ قوافل الرحمة. حقيقة هي قوافل الرحمة. دكتور علي عباس إمام. علي عباس الدكتورة نادية خلف الله. دكتورة نادية خلف الله. دكتورة نادية مرحبا بك يا دكتور، بورك فيك وفي عملك، تقبل الله منكم. الآنسة كلير ألبيرسون دي خواجية. الدكتور عبد الناصر عبد الجبار. دكتور عبد الناصر مرحبا. الدكتور تشارلوت روس، هذه المتحدثة الفصيحة، نشكر لها كل الانطباع الطيب عن السودان، ونثق تماما في أنها ستعكس هذا الشعور. إذا نحتاج إلى مثل هذه الانطباعات الطيبة. دكتور محمد مصطفى مرجان. دكتور عمر نقد. ودكتور عمر نقد ايضا من الوجوه المعروفه جدا والمواظب على الحضور، وهو رجل متحدث لبق وعبارته انيقه، وخايفين ننافسنا في شغله الميكروفون، عشان كده الليله ما اديناك فرصه. فنان. الله اكبر ولله الحمد. دكتور راشد الدر. فقير اللي انا اقدم الغنى بس.
طيب شكرا حقيقه برضه مره اخرى ارحب بكم الدكتور صلاح الدين حامد، وما اعرف يعني شعور انك في المعيه، عشان كذا مرت اكثر من مره. عموما اذا كان في اي نقص او خطا او كذا ان شاء الله نستفيد من التجارب القادمه. الناس اجونا المره دي، نسعد ان ياتونا المره القادمه ايضا. دكتور ابو بكر يوسف، دكتور استاذنا ناس المجلس الاجباري يجونا ان شاء الله، اهل العائله. هنقدم الفنانين. طيب ولا زال الليل طفلا يغنى. تستمعوا لنغم سوداني ان شاء الله من فنان عريق واكاديمي، وسيغني لعزه وسيطرقه ان شاء الله. ارجو ان تشعروا بانه الحاله واحده وتكسروا الحاجز حينما تطربون. مرحبا بالفنان الاستاذ عثمان مصطفى. نحمي الكون مشاعر عني.
النور.